واش العشره معكم اخوكم زهير من قناه زد اس. في هذا الفيديو ان شاء الله تكون فيديو جديد، نهار جديد، فلوق جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير واحد الفكره اللي ما سبقتش شي يوتيوبر مغربي دارها، اللي هي غادي نحاولوا نمشيو لسوق الجمله درب عمر ونقشانيو الالعاب بمناسبه عيد الشهور، وكذلك غادي نحاولوا نفرقوهم للاطفال اللي بين ما في حالهمش مساكن، نحاولوا ندخلوا لهم هذه الفرحه هذه. لهذا في هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون معنا واحد اللاعب جديد نقدموا لكم. هولا سينيوريتا، معنا واحد اللاعب جديد اللي غادي يعاوننا في هذا الفيديو ان شاء الله. لهذا ما تنساوش اول حاجه اللي ما مشاركش في القناه يهبط دابا يشارك في القناه، وكذلك ما تنساوش تضغطوا على زر لايك وتبارطاجوا الفيديو قدر المستطاع باش ان شاء الله نقدموا لكم المزيد، وان شاء الله تشجعونا على المزيد والمزيد. عاونونا 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 بلايك لايك لايك كومونتير، نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. وتال الفيديو ان شاء الله تنشوف نمشيو درب عمر، نوريكم لقطه باش من بلاصه سوق الجمله كيفاش ناخذوا الشاوش العاب ديال الاطفال، ناخذوا نحاولوا ننوع الدراري والدريات باش نفرحوا الدراري وفي نفس الوقت نفرحوا حتى الكلاش. لهذا غتبقاو معنا نتوما كاع جميع المراحل، ما عليكم غير دابا تشترك في القناه وبرك على زر لايك الباقي ما وراكش. دابا اول حاجه شنو غادي نديروها فهاد من نكونوا غاديين نلبسوا لي بافيت لي بافيت واش على لا واش على قبل البوليس قبل كورونا وعلى قبل 300 درهم كلش دابا هادي 300 درهم. المهم صراحه ابار 300 درهم راه المرض كاين الناس ولا يحمي راسو الصراحه، الناس باقيين تيقولوا لحد انا راه هذا الشيء راه كذوب، هذا الشيء راه خويا ماشي كذوب، راه تنعرف شي ناس اللي تنعرفهم انايا صابوا بهذا الفيروس وكاين اللي فيهم ماتوا. يعني حمي راسك اول حاجه دير كمامه، بالخصوص حنا غادي نضرب عمر، ضرب عمر كاس روحك اكتضاد يعني نحاولوا نحميو راسنا. المعاقين كذلك نوريكم معاقين، ها هو المعاقين. دابا نمشيو معنا ضرب عمر ونكملوا الفيديو ان شاء الله. يلا يلا ليتس جو. يلا دابا خوت وصلنا لزيد الحصاري ديال ضرب عمر، شفتوا الباهي هادي. دابا ندخلو ونحاولوا الا خلاتنا مولات محل نسجلوا، راه غادي نسجلوا لكم ونوريكم. الا ما خلاتناش مولات محل تناخذوا داكشي ونوري لكم بالحاجه بالحاجه. يلا بقاو معنا متزاقوش. ها هي السوق جينا في اخر دقيقه. احنا خوت وصلنا المحل، هذا هو اللي ناخذ منه. المهم كل حاجه نقاد منه، نقادنا منه شويه شويه بحال هادو، خدي منه شي بياسات. هذا تما خدينا منه شي بياسات الدريات. مول المحل حتى هو دار معنا مزيان، قال لنا ماشي مشكل تسجلوا. المهم بما مشينا المحل ديالنا نوريكم هاك زوير ركب ليا الميني كوبر. ميني كوبر صافي. يلا خوت ميني كوبر ب 10 دراهم قدينا اللعيبات هاد. يلا خوت هذا شحال دايرين هذا؟ قول لي هادو غادي ندي وحده واحد شي وحده غتكون غادي نحسب قالت لي شخصي باغا تمونيك كوادريتي اه ديرها معاهم ديرها معاهم واقعين هادي شحال دايره هادي؟ اه واو 100 درهم وزينه وزينه طول شحال كاين وزينه شحال كاين؟ هادي 10 درهم 10 درهم يمين كنقلب على يمين هلا 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 هل
ديك وحده ورا. ها ها لا طلع السداي، طلع السدا، شوف كروسه، طلع السدا كروسه خاويه، طلع السدا صوف السماء. الله يرحم دار وليدي، ادي معك اللازر سنت، راه عاودنا لك البلان ديالو كيدير دامه هادي زوينه. نشوف لا كان يزيد هذا. والله هاكي حيدها 120 من 30 شحال عندك بعدا؟ شنو نيت بنت زوينه فيها؟ من الفوارع شوف شوف غالي هذا فوقتيه 320 يلاه خوتو، هي الحصيله اللي تشوفوا فيها هاد الحملين هاد الشفت 320 320 والله خوتو هاد الشيء راه من الصالير ديالي. المهم ماشي مشكل، حيت من المصروف الشهر ديالو غتبان اختي العيله. يلا دابا نمشيو نعقمهم، ماشي ندخلوا الفرحه في نفس الوقت نسبوا لهم مشكل ديال كورونا، نديهم محل نعقمهم مزيان هذا باش نبداو نفرقوا فيهم. بيس بيس. واش العشره هنا هي الحصيله دابا؟ شنو نقوموا؟ نقوموا بالتعقيم ديال الالعاب باش ماشي نفرحوا الدراري في نفس الوقت نسبوا لهم بالبلد فيروس كورونا ولا شي حاجه، نعقمهم هذا باش نبداو نفرقوا فيهم. جينا المحل المقر ديال العمل ديالي هنا في نقرا رشيد، نعقموا الالعاب ونجمعهم نبداو نفرقوا فيهم ونتسعموا راه كنكونش كبير ولا بقاو معنا ما تعرفوش. سير توكل على الله. بسم الله. طيب عندو عقيد عقيد بدا تجبد بالكاس اللي عقم شاد وحد اللي حدا قاعه وحدا الله فهمتي عقم ودوز. بسم الله. تتم عملية التعقيم. منا نوريكم المقتنيات اللي شرينا الدرية كلها. سير سير الزر باش ما يكونش مزيانين كلها اخوات ولا المعقم. ما تنساوش اللي باقي ما دارش جيم يا بط دابا دير جيم، اللي ما ابونيش يتابونا سبسكرايب. ما كاينش شي واحد لحد الان باقي دير يوتيوبر، شي يوتيوبر مغربي دار هاد القضية. هاد القضية كانت دير الاخت ديالي وهي اللي شجعتني ندير ديالها، كنت انا دابا هذا هو ثالث عام غادي نديرها فيه. واخا هاد العام زيارة شوية حيت من شي لعيبات كنت باغي ناخذ من الحوايج، ولكن ماشي مشكل. المهم نجربوا هذا الشيء، نديروا له الرق الرق ديال يوسف امن الرق امور واضحه. امور واضحه. هاي قلت انا سيد بحكا اش طب اش دابا العيد. تحيه ليك يا يوسف امن تمساح زي الطريق نسقى من اللور كنديروا سوان فيزاز. ها سوما الاحوال سوان فيزاز. مع الرايس رايس ب 20 درهم. الله غلا على مسكين، عندك 20 درهم ما تركب في المغرب. تخيل راسك غير باش تركب يبغي يولي بوليسي. يا ميلون فردي وكل شيء. الكابوس الميلون خاصه الزروار. سبعة دقائق بس. كوزينة الدريات فتيات
قليل. اشنو دير هاد الفيديو اللي جاب واحد اقبال بزاف، المدخول ديالو اللي يدخل في هاد الفيديو غنحاول نفرح به الدراري كاينين في السبيطار راه شي حاجه ناخذهم شي لعيبه تما زوينين وندور على ديك الدراري في السبيطار راه شنو نفرق عليهم بزاف. نقدروا نديروا شي جيف واي يكون زوين. قد جاءك ملك الموت يا ايها النصاب قف عند حدك. لا جيف واي تما نحن نصاب صناع احنا. لا انا نسموش سهيل قال جيف واي عطاك له. عشنو ما دير جيف واي يخرج لك سؤال يقول لك وقف عند حدك علاش؟ واحد اليوتيوبر ما عرفوش سؤال هو اللي شد ليا بحال هذا الصوره ماشي هي اللي ما كتعجبوش راح تسجل. تحية لصاحب المحل اللي خلانا نسجلوا في هذا المقر ديال الخدمه. ونتمنى تفاعلوا معنا. نتمنى تفاعلوا معنا. هاد القضيه كما قلت لكم ماشي الفكره ديالي، الفكره ديال الاخت ديالي هي اللي كانت تديرها من عاشوره عاشوره. هي صراحه مشات عقل شي مثلا غير شي لعبه بسيطه شي دري صغير تجبد لك ابتسام. تجبد لك الفم تفرح شي. اما واحد كبيره واخا تعطيه اللي عطاه شي رايك وتعطيه دارك غادي يقرب. اللهم تفرح دراري صغار اللي سير. والبون كما شفتوا راه والو. حصيله باش خلصنا. الله يسهل الفرق. المهم حتى الارباح ديال هذا الفيديو هذا كما قلت ان شاء الله دعمونا ان شاء الله الفلوك زين يمكن يكون يقدر يكون في اسيا ولا في شي جزر يكون زوين يكون في المريخ والزحل نمشيو في هذا المهم وحده ليك وحده للعزيز. لا هما لامبورغيني هما طوموبيلات باش نمشيو اسيا. يلا خوت خليكم دابا عقمنا هذا الشيء نشارجيو الكاميرا عقمني الدنيا شوف شوي ما تكونش بزاف والبافي الضروري تم عملية التحقيق نجمعوا هذا الشيء نشارجيو الكاميرا حيت ديشارجات من وراها نبداو نفرقوا ان شاء الله على الدراري ونشاركوا معكم فيديو. يلا امور واضحه دير راه تيري ولا لا يلا العسران دابا حصيلها هي تنظر تنظر دابا وايك سانتي سانتي كتسمعوا واطي سانتي مول صغيبه مول صغيبه يلا العشرين دابا نبداو ندورو نفرقوا بقاو معنا ما تزاطيوش الكاميرا ندوزوها لفهد. فهد تكلف دابا الوسط عندك تصرف ديما على باور بان شحال بقاو معنا ما تزاطيوش خطاش ديالك كتبي حتى نطيح لك تضرب في الدودا انا فهمتش نضربها بكتفي عسي عسي غنحاولوا ندورو في احياء شعبيه كان قدروا نلقاو الناس اللي يستاهلوا والدراري يستاهلوا راسي مالي فلوس شدي الطريق ليه شدي فوت فوت لا ما فوت انا باقا شو هذا كاجا بس تعال سيدي صوا يلا فوت تاكسي عندك راح طرق عامرة اليوم
فوت سنوصلوا الحي الشعبي ونعودوا نطلقوا الفيديو. لا من قررت كده محيد الفيديو. اوبا 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 عايلة 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 خوصاير حصيره باقا لنا وحنا باننا نبداو نعطيو بنادم حيت بنادم جات في شي شكل تعطيه ودير ليه فيديو بنادم مشيتنا كامل حنا دابا ريحنا نقصيو حيت من الصباح حنا تندورو دربا لا كلام على طار تكون يلا صافي تنسالو ونكملو كوب واش لوعاك عطاو من لوعاك هاي تا ماما خد عطاو لك هذا ها جنتا هاتي ماما هاتي خودي هاتي ما تنسى؟ هاتي او كامل ديريكسيو قطاع ود عائشه شوف شوف ان شاء الله وري الحصيله كاينه اخوت شي حاجه راه تشدات شي حاجه ما قدرناش نشدوها علاش باش ما نحرجوش بنادم وصافي المهم راه تنقصات الحصيله راه نقصنا شحال من بياسه تقريبا الهدف ديالنا شي 10 شي 10 بياسه تقريبا فرحوا وحسوا بعيا صوره تما مع الاجواء ديال كورونا وحنا بلان ديال ليسانس وباقي تندورو تنقلبوا على شي واحد يسال ما بغيناش نعطيو ماشي هما كاع الدراري بحال بحال ولكن عطيتي واحد مسكين ما في حالوش ماشي بحال واحد بامكان والدي يشريو ليه فهمتيني حيت كاينين واحد الناس اللي عندهم ولادهم لاصقين ولا اللعاب ولكن في نفس الوقت غادي ازمه ما يقدروش يشريو ليه اللعاب انا هما هذوك هذوك اللي هما اللي بغيت نستهدف بهذا دابا من درب غلف ندورو القطاع من القطاع ما لقينا والو ندورو لدرب سلطان وبقاو معنا ما تزابيوش يلا الراق الراق الامور واضحه شي بزاف يلا سير قطاع سوف نتحدث عن الأطفال الصغار لا العادي من الله مالك ها؟ 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 ها؟
هات بابا بجنجل هات اطالع اطالع جيشي دابا شوف راسي انا ما طلع عشان هذا الدر الصغير هذا هو ما لك المرزون تحصل اخويا تقادات هبطنا للقعدار وبينا ما قلناش نشوفوا الدراري الصغار ولينا نشوفوا الاباء ديالنا سوقوا علينا ولا تقول لنا شي عند ثلاثه شي عندنا اربعه واحد باش انا اش نعطي ما انفو دارت عليه الزوقه ولات باغا نخرج بحال هكا المهم انا حنا فرقنا داكشي اللي قدينا عليه نشوفوا دابا شنو شحال باقي لنا من الكياسان بقى لينا تقريبا شي 10 بياسات ولا المهم القطع راه سي زينه ماشي بزاف ياسي بقى واحد الجمونيكات وكوال المهم بقى شي حاجه بقى. لا لا
20 وصلنا دابا لاخر فيديو فرقنا وخلقينا مشاكل من وصلنا للطاعه بدينا تنفرقوا فيه دار ولينا الناس بزاف العيالات بزاف في نفس الوقت كنشوفوا الدراري لهذا المهم فرقنا كلشي بقات شي حاجه قليله شي ثلاثه بياسات بحال هكا غنعطيهم شي دراري صغار الناس نعرفهم في الدار المهم الا كنتي وصلت شي شيء لاخر فيديو ما تنساش تشارك في القناه باش يوصلك الجديد وغرق على زر لايك باش تشجعنا على المزيد من العطاء كومونتير لايك 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 هاد كومونتير الفلوس اللي غادي يدخلوا في هذا الفيديو ان شاء الله راه غادي نعاود نفس السيناريو نصدقوا عاوتاني على شي دراري صغار المهم الدومين ديالي بقى تيسامل الطفل الصغير وملي سالوا انك دير فيهم تيسام الا كان شي واحد كبير ويسهل انك تعطي راه غادي تعطي يلا خوش خليكم الفيديو الجاي ان شاء الله تهلا قبل ما نساليو هذا الفيديو الا لاحظتوا معايا في هذا اليوم جميل اكثر من 90% ديال الاطفال انهم ما شدوش الهدايا الا من بعد موافقه ديال الوالدين ديالهم وهذا الا دل على شيء دل على التربيه الجيده من طرف الوالدين ديالهم ومن هذا المنبر تنتقدم لهم باجمل تحيه وتقدير على حسن التربيه وما تنساوش دعمونا بالبارطاج ولايك والاشتراك باش نكملوا في هذا المحتوى ان شاء الله وعواشركم مباركه تدخل عليكم الصحه والسلامه ورحمه البال.